النوموفوبيا هو أحدث أنواع الرهاب، وهو رهاب فقدان جهاز الهاتف أو فقدان التغطية لبث إشارته. عموماً هذا الرهاب يعاني منه الجميع، لكنه بلا شك أخطر ومرعب حين يتعلق بالأطفال والمراهقين. فمن منا لم يقف عاجزاً أمام إدمان الهواتف؟ وكم من مرة ثار غضبكم وقمتم بسحبه من أطفالكم كعقاب على تصرف سيء، ثم ما لبثتم أن أرجعتموه لهم صاغرين مستسلمين. التقدم التكنولوجي وبعده التباعد الاجتماعي يبدو كمؤامرة كونية رتبت لإجهاض أي محاولة للوالدين لتقليل ساعة استعمال هذه الأجهزة من قبل الأبناء. والأمر ليس حصراً على عالمنا العربي، بل هو مشكلة عالمية باتت تؤرق المختصين والأطباء وأولياء الأمور. اسمحوا لي أن أشارككم بعض هذه الإحصائيات الصادمة. موقع فايس الأمريكي أجرى إحصائية للمراهقين، فوجد أنهم يقضون بين 8 و12 ساعة يومياً على هواتفهم. شركة ويلسون إلكترونيكس الأمريكية قالت إن 77% من المستطلعين بين سن 18 و24 عاماً يعانون من هذا الرهاب، مقارنة ب 68% ممن تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 عاماً. فإذا كان هذا حال الكبار، فما بالكم بالأطفال والمراهقين؟ إليكم هذه المعلومات المقلقة التي كشفها تقرير لموقع بانك ماي سيل الأمريكي، فقد تبين أن غالبية الأطفال والمراهقين يقضون أوقاتهم على الهواتف أثناء الحصص الدراسية. المرعب أكثر أن الأطفال والمراهقين الذين يمضون أكثر من 5 ساعات يومياً على الهاتف لديهم ميول أكبر نحو الانتحار. معلومة أخرى خطيرة تظهر أن الذين يقضون وقتاً أكثر على شاشات الهاتف ينامون ساعات أقل، والأخطر أن نحو 27% من هؤلاء معرضون للإصابة بالاكتئاب. معلومات مقلقة، أليس كذلك؟ لكن ماذا نفعل؟ هل نقف عاجزين مستسلمين أمام كل هذا؟ الإجابة قطعاً لا. نطرح عليكم بعض النصائح للحد من النوموفوبيا. استعملوا التطبيقات التي تسجل عدد ساعات وطبيعة الاستعمال على أجهزة أبنائكم. حددوا عدد ساعات معينة للاستعمال الأقصى يومياً. ساعدوا أبنائكم على الانشغال بنشاطات أخرى. اقضوا وقتاً أطول مع أبنائكم من دون استعمال أي أجهزة إلكترونية. ببساطة، التكنولوجيا تتقدم باستمرار، وكذلك المشاكل المصاحبة لها. فهل تشعرون أن أبنائكم مدمنون على الأجهزة الإلكترونية؟ وإن كان هذا هو الوضع، فماذا فعلتم للحد من ذلك؟ شاركونا آراءكم، ودمتم دائماً بأمان بإذن الله.